هيدي وصفة حلوة التفاح أو مغلي التفاح على طريقتي. هيدي الوصفة دمجتها من فكرة المغلي واستبدلت الكراوية فيها بالتفاح. طبعا كمية التفاح لازم تكون زيادة لتعطينا طعم كتير طيب، وطبختها مع الرز المطحون والقرفة وشوية سكر البنة ورشة جوز الطيب، وتتحط بكاسات وبتتزين بجوز الهند وبالمكسرات نفس فكرة المغلي. وهيدا حلو المغلي، متعارف عليه بكل بلاد الشام، بنعمله من الرز والكراوية والقرفة ومنزينه بالمكسرات. وصفة كتير طيبة ومفيدة للصغير والكبير، بتقدروا تقدموها دافية وبتقدروا تاكلوها كتير باردة. بالصيف طبعا تتفضل انها تكون كتير باردة، وفيكن تعملوها بالشتاء تكون شوي دافية. شوفوا لونها بالكاسة نفس لون وشكل المغلي بالضبط، بس فيها طعم التفاح بيكون بارز اكتر. طبعا لما ينطبخ على الرز بيعطيها طعم كتير مميز، وبتزينوها بهيدي الطريقة وبتبردوها وبتقدموها، فكرتها كتير طيبة وكتير مميز هيدا الحلو. عم جهز هلأ لأعمل حلو التفاح أو مغلي التفاح متل ما بتكون. حطيت أنا هون تفاح أحمر، تقريبا جهزت 10 حبات، الكمية بترجع لإلكن. وأنا دايما بفرك التفاح الأحمر بهيدي الكفوف، إذا في أي مادة شمعية عليهم بتروح، وبنقعهم بشوي يعني مي دافية، بعدين بفركهم بالكفوف، لأنه هيدا القشر لما أقشرهم ما برمي، باخده وبيبسه وبنشفه، بطحنهم وبستخدمهم لأي تتبيلة بدي إياها. رح نحتاج القرفة حسب الكمية، جوز الطيب إذا بتحبوا، هيدا طحين الرز متوفر بكل الجمعيات وموجود، هيدا السكر رح نستخدم او سكر ابيض حبيبات صغيرة بيرجع لذوقكم، اذا بدكم من هيدا النوع او الابيض هيدا لذوقكم. وهيدي المكونات لهيدا الحلو. هيدي التفاحة قشرتها، رح نشيل القلب، وبتحطوها بجاط فيه مي برد وتلج وعصرة ليمون عشان ما تسود التفاحة. جهزت جاط فيه مي وتلج وحطيت عصير حبة ليمون، وبنحط التفاحة بعد ما نشيل القلب منها. وهلأ رح كمل تقشير كل حبات التفاح هيك. هلأ رح نبدأ ناخد التفاحات ونقطعهم، بنصفيهم من المي ورح اهرسهم هرس كتير ناعم بهيدي الهراسة او بالخلاط، اي ماكينة متوفرة عندكم. هيدا التفاح عندي هرسته، طلعوا عندي 5 اكواب من مهروس التفاح من 10 حبات تفاح حمراء. كل كبيتين من مهروس التفاح بدهم تقريبا نص كوب وازود معلقتين طعام من طحين الرز. واذا شفتوا التفاح تغير لونه بهيدي الطريقة بعد الطحن، مش معناته خرب التفاح على طول، بيتغير لونه لما نطحنه. فال5 اكواب رح حط عليهم كوب من طحين الرز، ورح زيد عليهم 4 معالق طعام من طحين الرز. بالنسبة لكمية القرفة بترجع لذائكم، رح حط تقريبا انا لال5 اكواب من مهروس التفاح شي 2 معالق طعام قرفة، وفيكن تقللوا الكمية. وهلأ رح ابرش شوي من جوزة الطيب، اضافتها اختياري بتعطي طعم طيب مع التفاح. بالنسبة للسكر بيرجع لذوقكم، كل كبيتين من مهروس التفاح فيكن تحطوا لها 3/4 كباية السكر وتدقوهن، اذا بدها بعد بتحطه، بس لو حطيتوا هيدا اللون لازم ينضاف من البداية، يعني هلأ لما نحط المي لازم تدوقه، اذا بدها بعد سكر بتزوده. فرح حط انا تقريبا 1.5 كباية من هيدا السكر. بالنسبة للمي، كل 2 كباية من مهروس التفاح بدهن 3 كبايات مي ونص مي من الفلتر. هلأ رح نحركهم، شعلت النار تحتهم ورح ضلني حرك فيهم لا يشتدوا عندي. امشي التحريك ما توقفوه لا يشتد عنا الحلو، لانه اذا وقفتوه رح يلزق الرز او السكر بارض الطنجرة ويحترق ويعطي طعمة مش طيبة. اذا كانت شديدة معكم بترخوها بشوية مي مغلية. الرز لما يستوي على طول بشد معكم، اهم شيء انكم تزودوا من كمية التفاح لتحسوا بطعمتها، تكون هي اللي مركزة واكتر من الرز. كيف قوامها؟ لازم هيك تكون معنا بهيدي الطريقة. هلأ جهزت الكبايات او اي جاطات انتم عندكم مرتبة للتقديم، كاسات متل ما بدكم، ورح ابدأ اسكبهم فيها. ما فيني اخبركم قديه ريحتها بتشهي وطعمتها كتير طيبة ومميزة. انا هون ناقع شرايح لوز، تقدروا تحطوا المكسرات اللي انتو بتحبوها، هي اطيب شي معاها الزبيب والجوز واللوز. رح صفيهم كتير كويس، حطهم عفوطة شيل المي منه وابدأ زين فيهم. عندي الزبيب نقعته قبل شي 10 دقايق ربع ساعة بالمي ليكون طري اطيب بالاكل بيكون. هلأ رح صفيه كتير كويس ونشفه بفوطة وحطه على الحلو التفاح. هلأ لتجهيز هيدا حلو التفاح او مغلي التفاح متل ما بدكم بتسموه، انا بستخدم جوز هند محمص، اطيب ما تحطوا جوز الهند الابيض، اذا ما توفر حطوا الابيض ما بيأثر. رح نحطهم على الوش، وبتقدروا كمان تزينوا معه جوز هند الابيض كمان بيعطي طعم طيب. جوز هند ابيض على وش جوز الهند المحمص، وهلأ رح كمل تزيينه. زين هلأ بالجوز،
حطيت هلأ شرايح اللوز، باقي بدي أحط الزبيب. هلأ وزعت الزبيب عليهم وإضافته اختياري، بس كتير طيب مع التفاح، وأهم شي يكون طريتوه بالماي كتير كويس. وهيدي المكسرات كلها صارت جاهزة، راح أحطهم بالتلاجة لا يبردوا كتير كويس، أطيب شي يكونوا كتير بردين أو يكونوا دافين، هيدا بيرجع لذوقكم وبيتقدموا. وهيدا الشكل النهائي لحلو التفاح او حلو المغلي، مثل ما بدكم بتسموه. بعد ما بردتهم بتقدموا بالشتاء، فيكن تقدموهم يكونوا شوي دافيين، بتكون طعمتهم طيبة. بتقدروا ترشوا رشة قرفة على وشك الكباية، هيدا بيرجع لذوقكم. وصفة كتير سهلة وبسيطة وكتير مفيدة للصغير وللكبير، بتقدروا تقدموها وتغيير للوصفات اللي احنا متعودين عليها. فينا ندخل فواكه مع الرز ما بيأثر، طعمتها كتير طيبة بتكون.